أنا من متابعينك للصراحة، وأنت الليدي يعني أكيد. ميرسي، كلك ذوق. صح إنه كتير بتتنازل بالمسلسلات، يعني بثورة الفلاحين تنازلت عن أجرك إلى حد معين يعني؟ أحلى ما أتنازل بشي تاني، بتنازل بسعري. شو الشي تاني؟ في قصص كتير، واحد يجي حدا يصرف عليه يظهر معه. بتتقبل رجال يصرف عليه؟ بتقول أنا ما في منافس لإلي. هذا الحقيقة. خلينا نجيبوا حدا هالقد ناس بتحبه. عم تنتقد رامي عياش وأدائه بالتمثيل. يعني أنا ما أنا يعني وفلت الفنزات ما بدها هالقد يعني. طيب كارن رزق الله، شو قصتك معه؟ ما اتفقنا على السعر فزعلت. دانسينج وذ ستارز، مين دفع للتاني؟ بشو؟ لا تشارك. أنا عطيتهم وعطوني. الممثل نيكولا مزهر ضيف حكي على المكشوف مع دانيا حسيني. نسبة المشاهدة على برنامجك كثير عالية. محبة العالم هي أهم شيء. الأربعة بعد الأخبار على الأو تي في.